ماذا عن مستوى وفاق سطيف حاليا وتطلعات جماهيره؟ معنا على الهاتف من الجزائر الزميل الأستاذ سمير بشير الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية. أستاذ سمير أهلا بيك. أهلا بك أخي الكريم، تحية إليك وإلى كل مشاهدي قناة النيل وكل الأنظار محمد. أهلا بيك وسعداء بالمزيد من التقارب الكروي والرياضي عامة بين مصر والجزائر، وانا اعتقد المقابلة الاولى بين الاهلي وسطيف خرجت في اروع صورة، فماذا ينتظر الاهلي في الجزائر يوم الثلاثاء ان شاء الله يا استاذ سمير؟ كما قلت يعني المقابلة الاولى التي جرت يوم 2 من هذا الشهر بملعب السلام، يعني مرت بسلام من الاجواء من ناحية التنظيمية، من ناحية الحفاظ على العلاقات، لاننا اصبحنا يعني نتخوف في السنوات الاخيرة من مثل هذه المقابلات في شمال افريقيا عادة بانها تترك اثار طبية. الحمد لله يعني المقابلة جرت في ظروف جيدة جدا، ممكن حتى نحن في الجزائر تأسفنا على عدم حضور كل جماهير النادي الاهلي في المباراة الاولى بسبب قرار تحديد عدد الجماهير، تمنينا ان يكون يعني كل جماهير الاهلي حاضرة. الجمهور الذي كان حاضرا في المدرجة في ذلك اليوم يعني اعطى صورة جميلة جدا، لم يسمع منه بعثة الفقسيط او انصار الفقسيط اي كلمة واحدة خارجة عن النص، يعني هذا شيء جميل. بالتأكيد ان الفقسيط ايضا مطالب هو وجماهيره بالمعاملة بالمثل، يعني والرد الصاع الصاعين في المجال، في هذا المجال يعني التعامل الجيد. هذا لا يمنع انه الفقسيط وجماهير الفقسيط تحضر ايضا من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التشجيعيه من اجل الاطاحه بالنادي الاهلي، لان النتيجه التي انتهت عليها مباراه الذهاب هي 2-0 هي نتيجه خطيره في كره القدم على الفريق الذي ينهزم بها، ولكن في نفس الوقت هي نتيجه بامكان تدارسها. لذا يعني الجماهير يعني متخصصين تحضر يعني من اليوم، يعني بدات عاد الفريق بالتدريبات وقد حضر جمهور كبير بملعبه يعني لتشجيع اللاعبين من اجل إعادة يعني الاعتبار للفريق وتحقيق النتيجة المطلوبة. في إجراءات تنظيمية اليوم المباراة، يعني بحيث أن تذاكر المباراة ستباع 9 ساعات كاملة، ستباع يوم المباراة 9 ساعات كاملة يوم قبل الموعد، يعني حتى تفسح المجال، لا يكون هناك تزاحم وقت اللقاء. أبواب الملعب ستفتح 5 ساعات كاملة قبل اللقاء. عدد التذاكر المطروحة للمباراة سيكون عددها 16,000. في قرار ايضا جديد اليوم، في قرار من والي ولايه سطيف بالتنسيق مع عشرة في تخطيط والوالي يعني بمدارس المحافظ في مصر، وهو تخطيط يعني المدرجات المغطاه، المنصه الشرفيه يعني المنصه الشرفيه للرسميين بعدد مقاعدها حوالي 200 ستخصص بكل بعثه النادي الاهلي وانصاره، يعني خارج يعني لن يكونوا في المدرجات العاديه ولكن سيوضعون في منصه رسميه، حتى انصار النادي الاهلي سيوضعون في هذه المنصه الرسميه. هذا هو الجديد على مستوى الاجراءات التنظيميه. اظن ان هناك الاستاذ عدلي سيكون مسافر غدا الى الجزائر مع صباح الفريق ونائب القنصل، سيتواجدون في مدينه سطيف لتحضير الفندق والامور التنظيميه والتنسيق مع نادي بتقسيط حول التدريبات وتوقيتها وغيرها من هذه الامور. على ان تصلنا باحث النادي الاهلي ككل الى مدينه الى الجزائر العاصمه يوم الاحد في منتصف النهار، ومنها ستواصل الى مدينه سطيف. بالتاكيد مرحبا يعني بالنادي الاهلي. مدينه سطيف منذ اسبوعين فقط يعني كان لها تجربه في استقبال فريق النادي المصري في مباراه الاتحاد، لانه مدينه سطيف وملعب سليمان هو الذي احتضن مباراه اتحاد العاصمه والنادي المصري في ربع نهائي كاس الكونفدراليه، ومرت المباراه بسلام. وبالتاكيد ان مباراه النادي الاهلي ووفاق سطيف رغم اهميه الرهان الرياضي فيها ستكون من هذا الجانب، يعني نكون مطمئنين ان شاء الله ستكون في احسن الظروف. استاذ سمير، المباراه الاولى انتهت 2-0 وانت ترى والجماهير الجزائريه ايضا ترى أن الهزيمة حتى وإن كانت كبيرة لكنها ليست مستحيلة ويمكن للوفاق التعويض. ماذا عن الناحية الفنية بالنسبة للاعبي الوفاق؟ بالتأكيد يعني الوفاق في مباراة الذهاب أو في الشوط الأول من مباراة الذهاب يعني لم يكن في المستوى المطلوب، ولكنه عاد في الشوط الثاني يعني لعب جيدا في الشوط الثاني. هنا في الجزائر نقول أن النادي الأهلي سيندم على عدم تسجيله الهدف الثالث في اواخر المباراه، لانه في اخر 5 دقائق من المباراه ممكن اتيحت للنادي الاهلي حوالي 5 فرص فعليه للتهديف في اخر المباراه. في الجزائر نقول ان النادي الاهلي
سيندم على عدم تسجيله الهدف الثالث. بالتاكيد حماس كبير وطموح كبير في على الاقل تسجيل هدفين والوصول بهذه المقابله الى ركلات الترجيح. فيه يعني فيه تفاؤل ممزوج بالحذر بطبيعه الحال، لانك لا تباعد كره عاديه انت تلاعب النادي الاهلي بلاعب افضل فريق في افريقيا وفي العالم العربي في السنوات الاخيره. بالتاكيد كما قلت في بدايه دخلك انه الحماس الجماهيري ان استطاعوا تخطيط يعني الوصول الى مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول سينعكس ايجابا عليهم، ولكن يعني لو يتاخر في التسجيل بالتاكيد في مثل هذا النوع من المباراه سينعكس الامر تصبح يعني ضغط سلبي اضافي بمرور الوقت على نادي التخطيط. اظن ان المباراه تلعب في الشوط الاول منها، نتيجتها تحدد بصفه مباشره قدره التخطيط على العوده في النتيجه من عدمه. الاتحاد الافريقي اختار طاقم حكام من جنوب افريقيا لاداره المباراه، هل من تعليق؟ والله هذا الطاقم يعني بالنسبه للانديه الجزائريه سبق ان كان في حادثه، يعني هذا الطاقم بالذات في كاس الكونفدراليه الحاليه يعني نسخه 2018 لعب فريق اتحاد العاصمه الجزائري مع فريق بنيجيريا فريق اكوا يونايتد، وهذا الحكم الجنوب افريقي بالذات كان قد سجل مكالمه هاتفيه للفريق النيجيري الذين عرضوا عليه رشوه ب 30,000 دولار وقام بالشكوى ضدهم من الاتحاد الافريقي، يعني وكانت يعني الحكايه موضوع تحقيق كبير لقناه البي بي سي وتم معاقبه الحكام، يعني اظن انه الحكم من هذا الجانب لم يكن هناك تخوف كبير منه، لانه حتى في مباراه الذهاب يعني ان الحكم الاثيوبي حتى لو حرم النادي الاهلي من هدف، يعني هو صحيح نعتقد انه حرم من النادي الاهلي من تسلل غير موجود في لقطه سريعه، لكن لو تلاحظ مجريات المباراه بصفه عامه يعني لم يكن مؤثرا فيها ولم يكن محل احتجاج باللاعبين، لم يحس بوجود حكم يعني في المباراه لانه كان في المستوى، واظن انه هذا الحكم الجنوب الافريقي يعني لا يوجد باي تخوف منه من الجانب الجزائري على الاقل، بالنظر الى ما حصل من قبل كما قلت في مباراه النادي النيجيري مع اتحاد العاصمه الجزائري. طيب تسجيلكم هذه الواقعه ضد الطاقم الجنوب افريقي او ضد جوميز نفسه كحكم، ما دفعش اداره الوفاق لتقديم احتجاج على تعيين هذا الطاقم؟ لا بالعكس، بل هي ارتحت بهذا التعيين، يعني لما حكم يقوم بالتبليغ عن محاوله ارشائه ويبلغ الكونفدراليه فهذا يزيد في نزاهته. صحيح. في مباراه هذا الثلاثاء لا يحتاج الى حكم نزيه، وحكم الفرق يعني نتائجه في المقابله في المباريات الافريقيه يعني كل الادوار السابقه وحتى في المباريات السابقه ليست محل احتجاج يعني او تضمر وتخطيط. بالتاكيد انه له كل الاعلان من وجود حكام من هذا يحتاج اكثر من حقه في مباراه الثلاثاء فقط، وان فاز النادي الاهلي او تاهل على الاقل حقا التي تنفعه يعني بالميدانيه فالاكيد سنكون له بالتاكيد طموحنا في الفوز عليه وطموح جواهر التخطيط واداره التخطيط ولاعبي التخطيط في الفوز وتجاوز عقبه النادي الاهلي والتاهل للنهائي المشروع، ولكن في نفس الوقت ان تمكن النادي الاهلي يعني من العوده بالتاهل سنكون له اول المهنئين وسنكون له في النهائي المشجعين ان شاء الله. ان شاء الله، هل من غيابات في صفوف الوفاق في هذه المباراه؟ بالنسبه للتخطيط لم تكن له غيابات، ولكن الشيء في التخطيط انه يعني نقدر نقول انه يلعب بشيء معجزه، يعني لان فريق التخطيط تقريبا من الجوله الثالثه من دوري المجموعات هو يعتمد على قائمه افريقيه من 17 لاعب فقط، يعني قائمه افريقيه متقلبه جدا 15 لاعبا وحارسين، يعني هي القائمه من عدد قليل ولكن لم تكن فيها غيابات بالنسبه للاعبين المؤهلين قريبا المقيدين في القائمه، فيه لاعبين اخرين في نادي التخطيط هم غير مقيدين في القائمه، يعني لا يمكن ان نعتبرهم غائبين. شكرا جزيلا للزميل الاستاذ سمير بشير الصحفي بجريده الهداف الجزائريه، شكرا لك يا استاذ سمير.